عليكم ورحمة الله. ياك لباس ياك خير. هذا الفكان موجهته للصحراويين كاملين وللرايص من داره يلحق ولا يلحق بلد ما يخلق بلد مقاس. يا طول عمرك يا الرايص وقف عنا ذي الحرب، وقف عنا ذي الحرب اللي بلا نتيجة وبلا معنى. ما قبضنا منها ما قبضنا منها مو موت ولادنا وموت تركتنا وموت أباتنا. هذه الطيارة إلى عاد ما خارج شي موت ضدها لا داعية. قاسوا ترك الصغيرين وماتوا، وقاسوا الرجل الكبير وماتوا، وقاسوا الكولة وماتوا. شت لي باقي اللي يقف في ذيك الأرض جي واقف على رخصه وتخليه وكأني شيء لم يكن. شرينا من ذي الحرب ما هرجينا أولادنا وتركتنا اللي نعرف واللي ما نعرف. حركتوا قلوبنا ما ندوروا الحرب، ما ندوروا الاستقلال، ما ندوروش داروا للعافي. عادلنا شو 40 سنة ولا 40 سنة في التراب. الحمد لله مولانا وشاكرين واكلين وشاربين ولا غايبة عن النعم ولا خارج حد جيعان ولا خارج حد عريان. راعي كله شن دوروا بالاستقلال اللي عاد يكسل علينا أولادنا؟ شن دوروا به؟ ما عينا فيه يا ما هم دعوي لا ترفد أولادنا لا ترفد حد. حد لنا شارد الأرض اللي شارد المقارب اللي ما خلاه حد مقتلوه واللي حرقوه واللي جيفوه. شن دوروا منها قتلوا اللي الناس اللي عندها تركه وعندها شي من الكهولة. كان واحد يعود والله لا واحد عند شي من الكهولة شي من الريكوم عنده يصرف عليه والله عنده يجري عليه مشى شارد الحرب ومات. وخالق اللي الوحيد عنده أخوات والله عنده الممشى ومات. شت له باقيين نحن؟ شت له باقيين نحن اللي عندنا اللي رجعنا واللي مشى ومات وشنين فايدة؟ شن دوروا نحن الاستقلال اللي عاد رجعنا ما هو معانا؟ شن دوروا نحن بالاستقلال بالحرية اللي عاد تركتنا ما هي معانا والله أباتنا والله أخوتنا؟ شن داروها ما عينا فيها عق فيها أخ؟ ما ندوروها ما ندوروا الاستقلال ما عينا فيه لعد قتل أولادنا ماتوا وقعوا وش اللي باقي منهم ولا اللي مشى مات لي يرجع؟ رانا طالبي يا الناس ما عينا في الحرب، يا الناس وقفوا عنا ذي الحرب بلا نتيجة علينا. لا اللي مشى يموت لا اللي مشى يجينا صوره إنه محروق ولا ثقبت في اللي ثقب قلوبهم اللي يحرق قلوبهم. ما عينا فيه الاستقلال يا الناس أخ ناقص سلوك.